اوكي اخدكم بقى على نيجيريا. حلو. وشاب نيجيري عمل عزومه لاصحابه طلعت اغلى عزومه في العالم. ايه بقى؟ شاب نيجيري قرر ان هو يعزم اصحابه على سمكه اصطادها، وصور نفسه على السوشيال ميديا وهو بيحضر السمكه وبيعملها ومش عارفه ايه وبيجهزها لاصحابه، وجم وقعدوا اكلوا وشبعوا وزيت وليمون ودفعوا الثمن غالي بعد ما انبسطوا. مش عازمهم لان هو اكتشف لما نزل الصور على السوشيال ميديا بتاعت السمكه اكتشف ان هم اكلوا سمكه ثمنها 2 مليون دولار لو كان باعها. يا نهار ابيض. هو اكلها وهضمها وخرجها. وهي 8.2 مليون دولار لانه السمكه دي كان طولها حوالي 3 متر والكيلو فيها والكيلو فيها بيبلغ ثمنه 60,000 دولار وبتتاكل في مطاعم الاثرياء الفاخره في اليابان. وهو ما كانش يعرف وراح اصطادها وعزم عليها اصحابه اكلها. بيقول لك الغريب بقى ان السمكه دي لازم كمان تتحضر بطريقه معينه لان فيها زئبق وبتحتاج لطريقه اعداد خاصه. يعني كان ممكن يحصل لهم مشاكل طبعًا من الزئبق. بس هم اكلوها وهضموها عادي. هو هيحصل لهم مشاكل بعد ما يعرفوا كمان كام الزئبق هيعلى في جسمهم. هي اسمها بلو مارين. السمكه دي اسمها بلو مارين وهي سمكه نادره جدا وغاليه جدا والكيلو بيوصل 60,000 دولار. وهم اكلوا السمكه 3 متر وتهنوا بيها وهضموها وبلعوا 2 مليون دولار. الراجل ده كان ممكن يبقى غني وكان ممكن يبقى مليونير. تفتكروا هو هيحافظ على صداقتهم تاني؟ اصدقاء دول مش عارفه يعني بس اساسا ربنا يخلينا البولتي. حلو ولا حظ وحش؟ انا بموت البولتي. احلى سمكه على فكره البولتي. انا احلى سمكه السمكه البولتي. ده عظيم. انا بحبها وطعمها جميل طريه ومش مدهننه ولو مقلي بقى وتيستي كده تيستي مقلي بقى مع بعض. عايزين ناكل مقلي بس انا جوعان.